احلى صباحا كمل معكم مشاهدي تلفزيون لبنان وما كنتم بلبنان وبلاد الاغتراب. طبعا ديربي الكره اللبنانيه الاشهر والاعرق بين النجمي والانصار يوم الاحد، وطبعا نادي الانصار يلي عم يتصدر ترتيب الدوري والنجمي غريمه التقليدي لها السبب رح نحكي اليوم عن هالمباراه، رح نحكي اكثر عن الدوري اللبناني لكره القدم، عن نادي النجمي والانصار مع ضيفينا مدير نادي الانصار الاستاذ بلال فراج. يسعد صباحك. يسعد صباحك. كمان عراب نادي النجمي والاداري بنادي النجمي استاذ مصطفى. يسعد صباحك. يسعد صباحك. مع مين لازم بلش، مع اللي القابه اكثر ولا شعبيته اكثر؟ انت اختار. مع المتصدر. شو؟ يلا مع الله. بنبلش معك استاذ بلال. الانصار طبعا ديربي مرتقب يوم الاحد الساعه 5 بملعب جونيه، بس قبل خلينا نبلش يمكن حديث الساعه ومن شوي يمكن قبل ما نفوت على الهواء كنت عم تقول لي قدمتوا اعتراض على نادي البرج، تمثيل تسميه الاتحاد نادي البرج لتمثيل البطوله العربيه. لا، نحن مش اعتراض على نادي البرج، اعتراض على البرج التسميه ونادي شقيق، وحتى لو كان يعني قانونا يحق له التمثيل لكن احنا حنكون خلفه وعم ندعمه بكل شيء. نعم، بس نحن بالنهايه في قرار طالع من اتحاد لبنان لكره القدم، ونحن عم نطالب الاتحاد انه ينفذ قراره اللي هو مطلعه لا غير، واللي هو نادي الانصار هو الاحق او الذي راح يحق له تمثيل لبنان بهالبطوله العربيه. اذا عم بياخذوا على الموسم الماضي نادي الانصار كان وصيف بطل لبنان، وبالتالي هو اللي كان بحق له يمثل، لانه هن حسب ما عم بياخذوا هلا انه الثالث هي اعتبارا من موسم 22 23 الموسم اللي احنا فيه من الاتحاد اللي رينا الصبح اللي بعده ما خلص. هلا الاتحاد صار في تواصل مع الاتحاد، والاتحاد ضمنيا اعترفوا انه او اقروا انه لا في حق لنادي الانصار، والارجح يعيدوا تسميه نادي الانصار. يعني المفروض بالتعميم يطلع انه نادي الانصار ما كان نادي ناطرين هلا. نعم استاذ مصطفى، النجمي الانصار الديربي، وحضرتك يا ابن الاسطوره. عندي شغله بس خليني فضل. الموسم الماضي الاتحاد الاسيوي لغى البطوله، فهن في هيدي النقطه كانوا عم بيحكوا فيها، لانه سالنا بهذا الموضوع، فما بعرف شو حيطلع القرار. نعم كنا عم نحكي، حضرتك ابن العراب الله يرحمه ابو علي العدو، طبعا يمكن عاصرت اجيال، كنت صغير تروح مع والدك الى الملعب النجمي على الانصار، يعني اللي كان الالاف الجماهير الملايين بلبنان حديث الشارع. اليوم للاسف مباراه مرتقبه مع 700 مشجع للنجمه 700 للانصار بملعب ضيق، والانصار كانوا مبين بعد شوي بنرجع حوله. ليك لنكون متفقين والكل عارف، البطولة عم تصير على ملعب واحد وما عندنا خيار تاني، فأنا بشوف اللي حاكم هلأ بأرض اللعبة هن البلدية، فمشان هيك كنت أنا عم بعترض الموسم الأسبوع الماضي مشان هيدا الموضوع. ما فيني أنا أحدد ناس عن ناس، يعني ما فيني أقول أنا 700 واحد بينزل لعندي على التمرين لانه انا متواجد كل يوم 200 واحد ليحضروا تمرين، ما فيني احددهم انا بمباراه بحجم ديربي ب 700 واحد. فالمشكله الاكبر لازم بقى ينلاقى حل. يمكن تشوفني اخر ايامي بالفوتبول اذا بتضل هيك. ما بكمل. يا منلاقي ملعب يليق بجمهور النجمه يا ما بدي عن الفوتبول. بالنسبه لي ما بعرف اني كيف بدهم يشتغلوا. عم نحاول قد ما فينا هلا نلاقي مخرج لقصه المدينه يا ملعب صيدا، لانه جمهور النجمه ما فيك يعني 700 واحد نص بنايه وانت بتعرفهم. وانت قصد جمهوري النجمه والانصار ما بتزبط هلا، ما بتزبط بقى هي. نعم بدنا نلعب نهار 5 الى 10 5 وثلث 3 ونص. طيب يمكن ما في الا هالملعب والاتحاد مضطر يعني هو بيعمل بطوله بالنهايه. بكل الاتحادات بالعالم بحطوا جدول بيمشوا عليه، كأس العالم اللي جاي حاطين الجدول من هلا. ما فينا كل شوي على القياس نمشي. نعم. يا بيعملوا بطولة خرج يا ما بدنا اياها. استاذ بلال، من نفس النقطة اللي طلع منها استاذ مصطفى، انتم كمان كنتوا طلعتوا بيان اعترضتوا على إعادة يمكن السماح لنادي النجمة، تخفيف العقوبة اللي كانت 3 مباريات منع الجمهور، صارت مباراة، انتم تسألتوا انه تحت أي بند رجعت العقوبة لبس مباراة، وتحت أي بند بدنا نروح نلعب نرجع مع النجمة بنفس الملعب يلي هو لا يتسع وجمهورين قراب وكل هالخبريات، ومتخوفين انه يصير إشكال ينحرم جمهوركم بالمباراة الأخيرة أمام العهد.
كمان هي للتصحيح، لا نحن ما اعترضنا على قرار الاتحاد، لأن عم بقول القرار طلع في الاتحاد هو قرار منقوص، لأنه يحق للجنة التنفيذية أنه تخفض عقوبة لأي بس مخالف، بدها تبرر، بس بدها تبرر ليش خفضت العقوبة، وإنه هل هيدا تصحيح لخطأ اقترفتموه قبل؟ لأنه نحن باعتقادنا أنه يمكن ما كان لازم يقف جمهور نجمة ثلاث مباريات بهديك الفترة. هو نحن اللي قدمناه أستاذ بلال منه اعتراض، في بالاتحاد فيك تقول قدمنا استرحام، استرحام إيه إيه. انا معك ايه اكيد، لانه الاعتراض بس اقول نحن ما فيك تعترض على قرارات اللجنه، ما قدمنا اعتراض، نحن عم نقول بحق لكم انتم حسب نظام الداخلي انه انتم تخفضوا العقوبه، بس يجب عليكم ان تبرروا هذا بالنظام. اجاكم تبرير انه بعد ما اجى تبرير؟ والشق الثاني من الكتاب تبعنا انه يا اخي عم ترجع بتحطوه ناديين عندهم هالحشد الجماهيري بمكان ما شفنا اجراءات تنظيميه للمباراه بالتعميم، هلا عنا مشكله اللي هو رجع بعدين استكملوها بنشره اعلاميه وعملوا تعميم، يمكن لما بتقدم على الشنغن ما بيطلبوا هالاجراءات التنظيميه. هلا عنا مشكله، ناس من عندكم ومن عندنا طالعين هلا بهذا الوقت للاجتماع بقوى امنيه، عم بيفكروا اذا الكافيتيريا كيف بده يلتقوا بين الشوطين، لا شوط اول لا والله العظيم قلت لهم لك حتى الباركينج خصصوه من محل صمت ما يمنجو ما زبط لهلا لا هون وصلنا يعني يمكن لك هو لا شك في مشكله كبيره، هي مشكله الملاعب. نعم ولهلا يعني المشكله الكل عم بتهرب من المسؤوليه، يعني كل حدا بقول لك انا مش مسؤوليتي، مسؤوليه يعني بلديات، البلديه بتقول لك مسؤوليه الدوله، الدوله بتقول لك يعني كل واحد عم بزت تهم على غيره، بس بالنهايه في متضرر هي لعبة كرة القدم اللبنانية وجماهير، واللي بيدفع ثمنها هي الأندية وجماهير الأندية. جماهير يعني بالوقت اللي كل العالم، كل الدول حتى الدول المحيطة بتزيد جماهيرها حضورها بالملاعب، إلا نحن بننقص. شو كيف بدنا نعمل مباراة بلا جمهور، أو كيف بدنا نحد العدد يا خي؟ في طب حضرتكم هلا في يعني أكثر من طريقة أنك أنت تساوي. كمان مدعوم لكم كلمة بالبرلمان مع رئيس النادي الأستاذ النائب الأستاذ نبيل بدر. هل يمكن يعني نعمل شيء على مستوى دولي اليوم انه وملعب بيروت البلدي هو كان طالب انه بالنهاية في لجنه برلمانيه هي لجنه الشباب والرياضه، وفي وزاره الشباب والرياضه، وفي اتحاد رياضي، اتحاد كره القدم، بايدهم الحل. سكر موضوع ملعب البلدي لانه كنتوا بدكم تاخذوا تستثمروه؟ لا بعده قيد لانه قيد ما البحث. ما اجى موافقه؟ لا بعد، لانه بتعرف في شيء بده يندرس اكيد، بس بعد لهلا ما في قرار نهائي. نعم استاذ مصطفى، كمان كان نادي النجم لكم تقلكم، وحضرتك يعني لك كمان علاقاتك ومعارفك، من خلال معارفك يعني اليوم يمكن مدينه رياضيه غايبه، الملعب البلدي اوكي النجم ما فيها تلعب يمكن على هذا الملعب لاسباب كثيره، في ملعب طرابلس كان مقترح يمكن، والانصار يمكن حسيت بالبيان كانوا عم بيقولوا هات لنلعب بطرابلس، انتم يمكن رفضتوا هذا الموضوع؟ ليك نحن ما رفضنا، لانه بس مرق معنا نحن بالاربع سنين حالتين ذكروا وكانوا متابعين. بتحسوا الجو العام بطرابلس انصاري؟ اول شيء بشرفنا نطلع نلعب بطرابلس. نعم. بس يعني ما بنتحمل ضربه كف باللي صار، لانه سبق ومن سنتين انه شوي صار اعتراض للباص تاع الفريق، ويعني حتى بهذا الموضوع سيد مصطفى، لا هيدا حتى الموضوع انا كنت موجود وشفت اللي صار بعيني يعني. اول شيء ملعب طرابلس هو مدرجات منفصلين، بس انت وين ما عملت مباراه ما في اجراءات شو اللي صار معنا وامنيه، اجراءات تنظيميه وامنيه، انت لما تحط باص النجمه حد مدرج الانصار وما في حمايه امنيه بده يصير فيه بكل البلاد بصير هيك اذا ما في حمايه. انا بقول لك انا شغله شفتها انا بعيني، كان في استفزاز من داخل الباص للجمهور لحتى صار هيك. ما بتصير ما بعدك عم تقول بتصير بكل، اذا ما كان في حمايه امنيه، ما كان في تدابير امنيه واجراءات تنظيميه اكيد بده يصير. اوكي بس هذه مانا وظيفتنا، اكيد مانا وظيفتنا لا انت ولا انا، نحن هيدا كنا عم نشدد فيه عليه، الاجراءات التنظيميه لاي مباراه اكيد في حمايه امنيه، في حمايه طبيه لاي مباراه بدها تصير. فمن هون الطلب انه يكون في ملعب مش بس يليق بجمهور النجمي، يليق بجمهور النجمي وجمهور الانصار وجماهير كل الانديه، بس ليه كل العالم عم تطلب منا نحن؟ اصدق يعني انا ما عم شوف الا نحن اللي عم نعترض كنادي النجمي، انه وين دور إدارة الأنصار بالعالم تصير، أما دور إدارة نادي العهد انه يضغطوا معهم يعني كمان. أنا تميم ولا نبيل ولا مازن بمحافظ الألقاب
انه جماعه عم تدفع مصاري بهاللعبه، انه على القليل يكون في ملعب يليق بهالبطوله. صحيح. اللي هون عم يدفعوا مصاري. نعم. الا اذا من ليك لازم نحن بس نخلص الموسم نسمع مثل ما بيقولوا وضوح اكثر. اذا ما قادر اتامن ملعب يليق بهالبطوله بلاها. انا عندي سؤال. بلاها. نحن مشكله الملعب قد ايه صرنا عم نعاني منها بلبنان؟ فترة كبيرة. قد ايه؟ فترة كبيرة. ثلاث سنين. طيب عال ثلاث سنين ما في حال؟ أكثر من ثلاث سنين كمان. عندك ثلاث سنين ما في حال. كمان أنتم بتحملوا المسؤولية كأندي خاصة كناديين، يعني أنتم الأكبر بلبنان. بس خلينا نكون فيني أنا قبل الدوري أقول لك يا أخي أنا وقفت الدوري لنشوف شو بدنا نعمل. العهد في ملاعب ما بيقدر. وصح صار معهم مرة إشكال عن ملعب البلدي. النجمة كمان في ملعب ما بيقدروا. ملعب صيدا من وراء المشكل الشهير انا عارف شو صار وقتها مغلق امام جمهور النجمة بس ما بس النجمة وقالوا ما بدنا جمهور كبير وبيقصدوا فيها الانصار. يا خي انا بدي افهم في اتحاد كرة قدم ولا رئيس بلدية؟ اذا رئيس البلدية بده يمون يمشي المباراة بلاها الفوتبول بلاها يعني عنا نحن رئيس اتحاد نحن بنمشي بالقرارات اللي انا انتبه ما بدي دافع عن الاتحاد هلا لبين انه والله انه عم بحكم لا الاتحاد بمحلات مظلوم نعم مظلوم بهالمحلات طبعا ما بيمون على ملعب صيدا ما بيمون على ملعب المدينه ما بيمون على ملعب البلدي عم اقول لك ما بيمون خدم مني ما بيمون فانت اذا بدك ترجع تمشي بطوله بالتي هي احسن بلاها طيب أنا حتى هذا الموضوع يعني أنا بدي أحكي شغلة فضل. أنت بتعرف إن بالنهاية الاتحاد هو مدعوم سياسيا يعني شئنا ما بينا والكل بيعرف كل شيء بالبلد والبلديات هي كمان قائمة على تركيبة سياسية طب معقولة صحيح. ما قادرين هني أصحاب العلاقة يتفقوا ليلاقوا مخرج صح. في شيء مش يعني في يعني العقل ما بيقدر يتقبل بالسياسي كل شيء بينحط طيب سؤال اخير بهذا الاطار قبل ما نروح لمحور ثاني انتم متخوفين انه يصير في اي مشكله بهذه المباراه مفتعله وتنحرموا انه يكون مباراه الفاصله اللي ممكن تكون بين العهد والانصار بدون جمهوركم ليك احنا برجع بقول لك طلعنا البيان لما ما لقينا في اجراءات تنظيميه وامنيه للمباراة. هلا الاجراءات شو هلا نوعا ما بتلاقي ايه رضتكم الاجراءات لا مش اكيد ما في كل الرضا اوكي لانه بالنهايه برجع بقول لك التسرع يعني نادي النجمه من اخذوا قرار الايقاف ثاني يوم نادي النجمه معهم خبر انه خلص حيمشي الحال وقد بس اعطونا برايك لهالسبب لهالسبب انسحبوا من الملعب مثل ما انت استاذ مصطفى لهالسبب جمهور النجمه كان بده يصعد و... بس النقطه تفضل انا كنت بالملعب بهيدي المباراه انا يمكن اذا بدي دافع بدافع انا جمهور نادي النجمه انا شلي اداري يمكن اليوم بكره لا أنا عم بحكيك كجمهور النجمة بهيدي المباراة أكثر مباراة كان منظم فيها جمهور النجمة لأنا جيت وقف ثلاث مباريات ما عرف السبب ما عرفت السبب قال في خمس أشخاص على السطح في درجة بتطلع حطوا حدا هونين إيه ما طلعوا حدا إجراءات تنظيمية بده يطلع رئيس النادي مشكور مازن الزن على العموم على العموم أنا بس ينزل ثلاث أربع أشخاص كمان بس لأنه لما بيحضر يمكن هلا أنا بحكي كمشاهد يمكن كمان أنتم كناديين مش حضرتكم كأشخاص كناديين كيف بتتحمل المسؤولية يعني أنا بس بدي أروح على إسبانيا أحضر بملعب برشلونة ولا ملعب ريال مدريد ناديين كبار ما عندكم يعني ملعب صار يعني عندنا ملعب خاص كان الملعب البلدي انت عارف وضع لبنان يعني ولا حدا ممكن يكون عنده يمكن هاي من الخطا الجسيم يلي ارتكبه الانصار والنجم انه ما عندك ملعب صالح لتقدر تلعب عليه دوري تلعب على ملعبك مثل العهد مثل الصفا اول شيء لتعمل صح منه هالمواصفات الجمعيه لتاسس نادي لازم يكون عندك ملعب ومن سوء القدر انه نحن مسجلين نادي الانصار على ملعب النجم لما طلعوا على الدرجه الاولى سجل عرفتهم الملعب لا مسجل نادي الانصار حتى كان يتمرن الانصار ايه هذا سوء طيب. سوء قدر خلينا نبلش شوي نحكي فنيا راضي حضرتك يعني هلا انتم يمكن منطقيا خارج حسابات البطوله ما بتعرفش بعد على الارض انا ما بس راضي لهالوقت عن الفريق اكيد عن نتائج عنكم الكاس ضد الصفا بعد انا راضي على التحضير اللي صار السريع والنتيجة اللي أنا بقول عنها 80% مقبولة بالنسبة لنادي النجم نعم جددتوا لبلال نجدي مبلشين بكير نعم بالتعاقدات نعم عندكم جمهور عم بيضغط كتير حول كتير لاعبين وضع التجديد شو؟
نحن اكيد نحن في عنا جزء من لعبتنا بتخلص عقودهم اكيد جزء صار كبير. في تواصل باسماء كبيره. لا لا ما جزء كبير يعني في عدد محدد في عدد تواصلنا معهم اكيد واكيد في نيه عند الطرفين للتجديد بس بتعرف هيدا كله بيكون بوقت محدد لحتى تخلص كل اللاعبين. في مشكله اذا الاتحاد حدد لك خمسه في وقت 30 مشكله كبيره عليهم وعلينا. طيب نظام البطوله هيدا اللي رح نحكي عنه انتم كنتوا موافقين عليه لنظام البطوله انه ناقص نقطه بتروح للسداسيه بينخصم اول شيء هيدا نظام يعمم مش للتناقش هيدا نظام يعمم بس كان في ممثلين للانديه لما عمل هيدا النظام ما كان في هيدا لا نظام هي كل سنه الاتحاد بيحط نظام بطوله وبيعممه هو بيحط النظام وبيقول لكم بدكم تمشوا هيك بالضبط مع انه هي مش موضوع النص نقطه هي موضوع انه انت بالنهايه بيخلص مرحله الذهاب نص نقاطك بتروح لما يكون عندك عدد مفرد يعني طب هم ما في هون عجبكم كان النظام هذا ما اعترضت ايه بس هو مين تضرر اكثر شيء بهذا العهد العهد ايه طبعا من اي ناحيه تضرر تضرر ليه بالنقاط لانه في نص نقطه له هو بيرجع بيقدر يستفيد منها بحال التعادل بالنقاط هو كان هلا بيقدر يستفيد بس هو ما كان عنده يعني ما عارف حاله حيوصل لما هو هلا ما حدا بيقدر يعرف بس بالنهايه هلا انا برجع بفضل البلال لو بنرجع ذهاب واياب افضل احنا انا لا بالنسبه لهذا الموضوع انا يعني رايي الشخصي الاتحاد لازم يرجع يعمل او يفرض انه يكون في 10 انديه بالدرجه الاولى ويتلعب من 3 مراحل هذا بيكون بيعلي المستوى الفني بيكتر الاحتكاك ولعب مباريات اكثر نعم. في حدا عم بيسالني لاسال حضرتك هل صحيح الانصار الموسم الماضي ما طبقتوا نظام اللعب الدقائق للاعبين الصغار لا اكيد طبق النظام لانه في المباراه الاخيره ما لعبت والاتحاد اي مباراه ضد الشباب اللعب حسب انه الشباب البرج لانه انسحب يعني على اي اساس على اي اساس هذا انه ما لعبت بيطبق انه الدقائق لانه احنا ما قلنا على انه ما لعبوا لو لعبوا كان عم بيشاركوا كيف الانحراف ما فيهم يرجع يجيبونا خصم عنهم يلعبوا لا لا محمد ما عم يسالوا يعني سال كم شغله استاذ بلال ما هو حق انه هيدا هيك تطبق وهيك كذا وهيك الي حق اسال حتى يعني طلع قرار رسمي بالاتحاد بهذا الموضوع اوكي اي مباراه ما بتلعب لا بيكون تعتبر انه ملعوبه كامل دقيقه وهن بالنسبه لتسميه الفرق اللي بدها تمثل برا هن قالوا ب 22 23 شو 22 23 الموسم موسم 22 23 اللي هن الاول اثنين يعني ما في ممثل لبطل كاس لبنان عندك الاول والثاني بالدوري بيمثلوا بالكاس الاتحاد الاسيوي والثالث بيمثل بالبطوله العربيه وكاس لبنان ما له شغل لا بعد ما كنت سميت اوكي طيب استاذ بلال تحضيراتكم هلا للمباراه طمنا عن نادر مطر يمكن عنده صوره اليوم هيك لا نادر مطر الحمد لله ما في اي مشكله ملتزم بالتمرين في عنا بس سيسي ممكن يغيب يكون في يغيب عن هالمباراه نعم تحضيرات النجم لا الوضع منيح كل شيء تمام ايه طبعا اذا رحت اذا رحت خليني اوضح شغله في ناس نعطيهم وبيعطونا نحن اذا حرارتنا 40 من معطيهم واحد لنكون لا لنكون واضحين بها لا ما في اكثر يعني اكبر شاهد بال 2000 نعطي بعض ومرجعيه 2007 2008 تعادلنا نحن وقتها لما اخذ اول بطوله اخذ العهد الدولي اول بطوله صحيح علما ان اي فريق بيربح كان هو بياخذ بطوله لا هيدي السنه النجمه شفناها مختلفه كليا يمكن حضرتك ما بتحب تحكي ومن سنين انا بعرفك وهيك بتشتغل بالكواليس وبتعمل بس انا بدي اقول قديش كان جهدك وشغلك وقديش اللعيبه بتحبك وعامل هالتوليف الحلوه هذا شغل الكلمه بس انا يعني يعني فيني بلش اقول من الرئيس لاصغر واحد كنا تقريبا خليت شغل مألفة من 21 يوم ما ننام فيها فسألتني إذا أنا راضي راضي كتير راضي يعني بهذا الموسم كتير منيح نعم. كبداية بس في حدا من الجمهور يمكن يقول لك يا خي حكم جديد نحن النجمة بدنا نروح للعب كيف بتكون راضي كل مرة مطالبة لكل موسم عطول النجمة مطالبة كل موسم نحن عم نوصل للأمتار الأخيرة نعم فيسامحونا طب هلا بالأمتار الأخيرة إذا وصل الموضوع يا الأنصار غريمكم التقليدي يا العهد يلي أصبح فيه ندية كتير كبيرة بينكم اختار لي حدا إذا في نظام بالاتحاد يخسروا اثنين في نظام في
بيعطيكي طريقه. نعم. طيب استاذ بلال، حضرتك يمكن اداري ومدير نادي من ايام يعني بدايه شبابك بلشت، يعني صح. اشتغلت مع عمالقه بالنادي، قديش يمكن اصعب مرحله يمكن للعمل الاداري وين هي هلا؟ ليك قبل يعني كنا ممكن نشتغل، كنت على طول مثلا توقع بمشكله تقدر تسال ناس يقدروا يفيدوك بمعلومات. المشكله هلا اذا في مشكله ما عم بتلاقي حدا تساله. يعني ما عم بتلاقي حدا تساله لانه الكبار غابوا او فلوا او بالضبط بالضبط، يعني ما عم بيكون حاجة عدنان الشرقي كمان. يعني انا بقول لهم بالاتحاد انه بتعملوا دورات اعداد مدربين وكل الدرجات، بابا يا اخي اعملوا دوره اعداد اداريين. مزبوط، من فتره نصحك انه تترك الفوتبول الكليه. بلا بلا ليه؟ لا وانا بحامل بنصيحته يعني. لا 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 جد، مره صار انه عم بحكي انا وياه على التليفون للفتره اللي ترك فيها، قلت له اسمع مني شو بدك بهاللعبه؟ متعب كثير اللعبه؟ هي كثير. لا هي لا شك. شو اكثر شيء متعب بالفضل؟ جد بدا وقت. شو اكثر شيء متعب؟ ما بقول لك الوقت. جد وبدا وقت، يعني الوقت مش الك، واذا عندك شغلك مشكله كبيره. هي مش بس الشغل العائلي، يعني انت انا يمكن تركت هلا اخر فتره سنتين بعدت، يعني حسيت من اجمل يعني اجمل اوقات قضيتها بحياتي هي بهالسنتين. انه مع عائلتك عم بتدير بالك على شغلك الخاص، يعني بالنهايه كل انسان بده ياسس بعد لا بعدين. نعم. انا بعد دقيقتين نكمل معكم. مين اكثر حدا بيتعبك بالنشبه من العائبه وهيك بدق كثير بده شيء بده كذا؟ هلا في كذا واحد كثار. ايه كذا واحد، بس برجع بقول لك انه بحبوني بطريقه صح. حتى انت جمهور الفوتبول يعني مش بس النجمه، كله بحبك واداريين. كون صادق واحكي مثل ما هن الامور، الكل بحبك اكيد. مين اكثر حدا بيتعبك اداريا؟ اداريا ما في يعني كلهم. لا الحمد لله، يعني ليك حتى اذا عم نحكي كاداره متعاونين عندك، اذا عم نحكي كجهاز فني وكلاعبين، يعني الحمد لله عندنا مجموعه كثير كبيره عندهم التزام وعندهم احترافية بالعمل الحمد لله. طيب يمكن خلينا نسأل الأسئلة يلي بتنطرح عادة. هلأ عمين حكى أنه يمكن هيدي السنة رئيس النادي الأستاذ نبيل بدر أنه يحط حدا محله هو شوي في شيء من لا، كل سنة بينطرح هذا الموضوع. أنا يعني حسب معرفتي بأستاذ نبيل، أستاذ نبيل يعني نادي الأنصار هو جزء من حياته، وبتصور بيقعد على طول حيضل موجود وعلى طول عم دله عم يدعم. لا ما بتصور بيقعد. نادي النجمة حاليا الوضع. خليني انا اسالك سؤال، انت شو شايف؟ لا عم بقول لك مع الاداره الجديده والشغل شفنا، لا شو شايف بفريق شفنا شغل كثير حلو بوقت قليل. انا شايف كثير منيح. انا اللي شايفه بس في مشكله بالفوتبول اللبناني، انه عندنا لعيبه وانديه بس ما عندنا ملعب. ما هيدي هي مشكله الفوتبول لعيبه بلا ملعب. نعم. بدنا نختم استاذ بلال هيك كلمه للجماهير، حول قبل هالديربي لجمهور الانصار وللنجمه. ليك والله يعني انا يعني شاتي مجروحه بجمهور الانصار او بالجماهير بشكل عام كلها، بس انا احكي عن جمهور الانصار. عن جد يعني جمهور بتعذب كثير. تخيل انت جمهور مثلا كبير الاف بدك تختار 700. انتم نادياء الوطن. ايه يعني فيها صعوبه. بعدين هالسنه الحمد لله جمهورنا كان عنده انضباطيه رائعه جدا، عم بيعملوا تشجيع عن جد حضاري. اللاعبين الجهاز الفني عم بيرتاحوا انه وراهم جمهور عم بيدعمهم، وهيدي شغله كثير ايجابيه، لانه شغله الجمهور هو دعم الفريق. نعم. على الاقل بالملعب بالتشجيع، هيدا الاساس. خاصه انتم زعيم الكره اللبنانيه من ناحيه الالقاب، لهالسبب جايب لي التيشيرت تاعت الزعيم. هيدي لتنضم، لانه وصلتنا تاعت النجمه منك استاذ. هيدي كادو من جمهور نادي الانصار. انا بتشكرك، انت بتستاهل كل المحبه والاحترام وكل التمنيات بالتوفيق. وبدك توعدنا اذا في حال احرزتوا الكاس، الكابتن جمال والكاس يكونوا معنا ان شاء الله هون باستديو. كمان كلمه للجمهور. بالنسبه لجمهور النجمه بده يسامحنا على اللي مرق هيدي الفتره. صحيح انظلموا كثير، صدقني هالمره عم بحكيهم انظلموا بصدق. هول الجماعه كثير انظلموا بهيدا الوقت. شو بتقول لهم بمباراه الديربي يعملوا؟ اخطاوا قبل، تحملنا توقيف 5 مباريات، هن اعترفوا. نعم. بس بهيدا الوقت في قرارات كثير عم تكون سريعه وما بوقتها، يعني مثل ما هن انظلموا بالتوقيف. أوكي. نادي العهد انظلم بالتوقيف، نزل مشجع بملعب صيدا كان جمهورنا يعمل باربيكيو هذيك الميلة. هو لانه المباررات لا يعني شو بلال نحكي مثل ما هي صح انه في قرارات لازم
يعني تندرس اكثر. ليك في بيقولوا في قانون. نعم. في روح القانون انه لازم تندرس يعني اكثر. ما طيب بدي اتشكر. خليني اول شيء اعطيك كنزي جايبها من كمان ريال مدريد. هذا تعرفني انا محبي برشلونه على العموم. هذا الفريق اللي صار فيك تلعب معه. بتقول لي كمان ستعربه. انا اقول لك لا صار فيك تلعب معه. بقول لك ليه بتشكرك. بقول لك هارد لك لانه امبارح برشلونه ربح على ريال مدريد. بدي اتمنى روح برشلونه ربحوا امبارح. بالولاد بدي اتمنى التوفيق للنجمي ولك شخصيا استاذ مصطفى رغم اشغالك الكثير. بعرف قديش وقتك كان وحضورك معنا. شكرا كثير لك استاذ مصطفى العدو. استاذ بلال مدير نادي الانصار كمان اتمنى لكم التوفيق. اتمنى نشوف مباراه حلوة ورائعة وما يكون أي ثغرة فيها لأنه الجمهور دائما هو حلاوة اللعبة. بتشكركم مشاهدينا لهون مننهي وقفتنا مع الرياضة. فاصل ومنتابع. أحلى صباح.